منتظر راح يكون دخول اجتماعي هادئ، وممكن عده توترات ستنقص ان شاء الله، وخاصه المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وحتى الاجانب. ممتاز، راح نجاوب على الاجانب، ولكن دكتور بن يحيى هذه النقطه تاع اللي اثرها في الجواب الاول والثاني سيد شابخ حول العلاقه مع المتعاملين الاقتصاديين، اين اخطا تبون من وجهه نظرك؟ هل في يعني خلق ثنائيه اف سي يو حكومه ثم دخلت المركزية النقابية على الخط لتدعم رجال الأعمال في سلوك في سلوك احتار له الرأي العام ويلق كل كليات العلوم السياسية تعاود المفاهيم من جديد أنه كيف العمال يساعدوا الباترونة؟ لا 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 هذه لا 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 هذه إذا سمحت نوضحها. سيد السعيد أيد علي حداد، تدخل سيد السعيد ليس فقط من أجل علي حداد، بس كل أمور واضحة. سيد السعيد مع المجموعة اللي مضاو العقد الاقتصادي الاجتماعي اللي عطاو الاستقرار في البلاد، ليس علي حداد معناها تدخل من أجل علي حداد، سيدي السعيد مع مجموعة من المتعاملين اللي مضاو. أنا ندخل قال لك باعتبار المجموعة احنا اللي عطينا الاستقرار لهذ البلاد نحافظ على العقد الاجتماعي اللي مضينا العقد إذا سمحت برك، من غير المعقول باش يكون إهانة. ممتاز. طيب العلاقة مع المتعاملين الاقتصاديين وين غلط سيد تبون حتى يعني انهيت مهامه اليوم برايك؟ قبل ما نجاوبك على السؤال تاعك انا حبيت ندير تعقيب. تفضل تفضل. هو اما لما نتكلم على بؤره التوتر في سنه 2014 2015 كانت 14000 بؤره توتر في الجزائر، 14000 يعني احصائيات رسميه. احصائيات رسميه ايوا تاع الدار. اذا لا دي حقيقه ما قدرش. عادي عادي لا اسمح لي. الاحتجاجات تقصد الاحتجاجات ولا صح؟ الان نقول بكل صراحه فيه استياء المواطن والحكومه باش ولا رئاسه الجمهوريه باش تاخذ قرار باش توضع احمد يحيى في بلاص عبد المجيد تسيد، معناتها فيه امور يعني دراسات لانه فيه استخبارات يعمل العمل تاعهم، اجهزه امنيه، امور مش القرار يتاخذ هكاك. اذا على هذه قاعدين نقولوا باللي الدخول الاجتماعي هذا راح يكون احنا نتمناه ان شاء الله يكون دخول اجتماعي هادئ، لكن لابد على السيد احمد يحيى انه يهيئ نفسه الى ربما بعض الاضطرابات. متعود عليها بالطبع، هو متعود على الامور هذه، لكن باش نقول بكل صراحه راهي فيه كثير من المشاكل لم تحل، يعني مش تكفل بها بالطبع لانه لو باسيف ثقيل. انا التغيير من هذا التغيير اللي جاء اسمح لي بالطبع فيه امور كثيره لابد ان يتخذ ويوجد نفسه رعاه، انه حتكون معركه كبيره في المستقبل. سيد تبون المشكل تاعو شي هو؟ المشكل تاعو لما تكلم على رجال الاعمال، رجال الاعمال هادو مش اعداء بكل صراحه، مهما كان رجل اعمال جاب المال تاعو بطريقه يعني كما نقولوا حنايا معروفه او بطرق ملتويه وغيرها، يبقى رجل اعمال. لانه وقتاش يولي الواحد بالطبع انا جايك هو كرئيس حكومه يعيط للمجموعه هذه يتكلم معاهم، قال فيه ربما مشكل مثلا ملف تاع الصناعه تاع صناعه السيارات. صحيح انه مش احنا تكلمنا كخبراء اقتصاديين قلنا باللي باش نعملوا صناعات لابد من تاع 200000 و300000 سياره فما اكثر، لابد من وضع استراتيجيه صناعيه. كاين الناس هنا بداوا بالمونتاج يعني تركيب نتاع سيارات 10000 و15000، قلنا هذا غير كافي بصح اني جامي توتر بو بيان فير، يعني نقدروا نبداو في سنة 15000 لكن الاهداف لابد تكون نروحوا بعيد. نفس الشيء بالنسبه للمستثمرين، كاين كبار المستثمرين هنا في الجزائر قاعدين يصعبوا لهم، نقول بكل صراحه يعني ماناش فاهمين مثلا نحكموا مثلا مجمع سيبيتال قاعدين يشوفوا فيه شحال من مره ما يخليوش يستثمر. كان مستثمرين اخرين قاعدين يشتكيوا من العقار، يشتكيوا كذلك من البنوك. نقول لابد سيد تبون الان ما خداش الاجراءات باش يطمئن المجموعه هذه ويطمئن النقابه، يعني دار يعني خطا لما حكى اصطدم مع الجماعه هذه وهو جدار، والجماعه هذه عندها مصالح وعندها علاقات. نقول بكل صراحه وزير الصناعه قال بان ما تم هو استيراد مقنع، يعني هذيك المصالح تكلمناها سي سكون ابال اون امبورتاسيون ديغيزي، استيراد مقنع من طرف، هذه حقيقه. بصح الناس هذو كما ما نقدروش نبلوكيهم، نخليهم لابد يكون فيه دفتر شروط جديد ولابد نحلوا الابواب باش الناس هذو هما ولا غيرهم أيوة يستثمروا ونطور الصناعه تاعنا. عندي سي فريد بصح حاجه سريعا تفضل. لما محجوب بدا وزير الصناعه في حكومه تبون قال هذا استيراد مقنع، وقلت انت بناء على التقارير كان السيد بوشوارب لما كان وزير الصناعه قال كاين كاي تشارج ومتفق عليه وهما احترموه. لما يجي وزير الصناعه اللي موراه يقول كل القرارات اللي كانت في فتره بوشوارب خاطئه، الان هذا التغيير هل هو جا لصالح
يعني ضد محجوب بن داوود أولي صالح بوشوارب ويحيى، هذا التغيير السياسي. لابد أن نوضع المصلحة الجزائر، مصلحة الجزائر. أوكي ما نديروها مصلحة كل واحدة يهضر بس مصلحة الجزائر ما فهمت. مصلحة الجزائر لا ما نعاتبو حتى واحد حنا. وكاين أمر فريد نتكلموا عليه هو أنه الصناعة الميكانيكية في الجزائر خاصة بالنسبة للسيارات التركيب نتاع 10,000 و15 ألف سيارة في السنة هذا بالطبع يعتبر كاستيراد يعني سبينبورتاسيون ديغيزي مقنع. لكن الناس هذو لابد يكون فيه دفتر شروط جديد باش نروحوا لصناعة تركيب السيارات بطريقة كما عملتها تركيا وكما عملتها المغرب وكما عملها في ماليزيا وفي دول أخرى. لأنه إذا نتكلموا على تطوير الصناعة الميكانيكية بالطريقة هذه فمن المستحيل أن الجزائر تبني صناعة ميكانيكية بالنسبة للسيارات. هذا طيب. مستحيل. السيد أحمد ويحيى الآن جاء أيوة. عليه الآن يجبد الملف نتاع الصناعات هذه وضع استراتيجية صناعية أو اقتصادية كاملة وخاصة بالنسبة للاستراتيجية الصناعية أوكي. ومنها ننطلق خطوة خطوة الأمام ممتاز. ورخص استيراد السيارات حتى اليوم الصباح لأننا ما كناش عارفين باللي بلك أنت كنت عارف سي فرحات شابخ باللي راح يعين سيد أحمد الحرية ونحن ما كانش على بالنا احنا المواطنين العاديين كانت راح ينظر فيها الأسبوع الجاي. ولكن لما كان سيد تبون في هذه العطلة العطلة المثيرة المريبة اللي كل الناس كانت تحكي عليها قرار وزارة التجارة وزير التجارة السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي قضى بالترخيص لخروج السلع المحجوزة في الموانئ جراء وقوعها تحت نظام الرخص الذي أطلقته حكومة تبون. وكان هذا القرار يعني فوهم على أساس أنه بداية التراجع عن قرارات حكومة تبون. هل نتوقع وهذا هو السؤال تغييرا كليا مانيش حاب نستعمل كلمة انقلاب ولو أنه استعملت اليوم انقلابا أبيضا على كل القرارات الثورية نتاع السيد تبون لصالح قرارات جديدة برؤية اقتصادية جديدة ونعرفوا الفلسفة الاقتصادية تاع السيد أويحيا والسيد بوشوارب معه يعني هل هنالك انقلاب في كل القرارات السابقة لصالح قرارات جديدة؟ أولا ولما أقول لك رخص السيارات والسلع اللي كانت محجوزة في الموانئ نحكيه على المناطق الصناعية ونحكيه على التنازل عن الأراضي ونحكيه على المشاريع الموقوفة وغيرها. أولا السلع أظن اللي كانت على مستوى الموانئ هي كانت قبل أظن كانت قريب الرخص قد تم إعطاؤها للمتعامل الاقتصاديين ولمدة وجيزة تم إلغائها وبعد ما المتعامل الاقتصاديين قاموا بكل إجراءات إلى آخره أنا أظن تدخل رئاسة الجمهورية أظن هنا أولا لماذا أولا ذات المصانع تتوقف أن كاين اللي عندها علاقة تقريبا بهذا السلع أنا أظن اللي موجودة. أما فيما يخص الانقلاب أنا أظن السي أحمد ويحيى سيطبق برنامج رئيس الجمهورية بكل حذافيره سيطبق رئيس الجمهورية. أنا أظن كما كان سي عبد الملك سلال وممكن حتى تبون ولو ما طولش بزاف ممكن تصريحات تاعو كانت أكثر من العمل اللي نتاعو إلى آخره. أنا أظن هذا اللي أثار. أنا أظن الآن أحمد ويحيى يرجع الأمور إلى نصابها فيما يخص الصناعة. أنا أظن الصناعة اللي ما تكونش أو قالها دون الدكتور الصناعة اللي ما تكونش الاندماج هنايا كل مرة بالتدريج واضحة وضوح الشمس وما ديرش مناصب شغل واش الفايدة نخليو لامبورتاسيون تاع لي فيكل وانتهى. انا ندير المونتاج بلا ما تكون لانتيغراسيون تاعنا لازم عاده كي تكون الاخر يكون لو كاي تشارج مثلا في السنه الاولى 20% السنه الثانيه 30 40 50 حتى تصبح 100% صناعه موجوده في الجزائر وهذا هو الهدف الاساسي. والا لماذا انا ما نقدرش نتصور ندير زياده على ذلك. انا نظن كما كان السي عبد السلام بوشوارب كذلك هذا البرنامج تاع جوزو في مجلس الوزراء ومر الى اخره لماذا هذاك الوقت كان مليح والان ماشي مليح. انا نظن احنا في ممكن الخطا تاعنا في الحكومات اللي جاي ينتقد اللي قبله. انا نتمنى اللي جاي يعمل يحاول يعمل احسن من اللي قبله يكون احسن ما عملوا ويخلي الناس تحكم. اظن التصريحات كثرت التصريحات في وقت الوجيز ولكن الخدمه ما شفناها لانه بدات الاحزاب السياسيه تعلق اليوم على هذه التغييرات. مثلا كان هنالك بيان لحركه مجتمع السلم يقول بهذا التخبط في النظام السياسي واشار لها سي بن يحيى في مقدمه كلامه زياده على هما اللي استعملوا كلمه انقلاب ابيض على برنامج تبون لصالح السيد ويحيى. انا والله في الحقيقه والله غنتاسف الان حركه مجتمع السلم وحنا في البرلمان وما كانوا ضد البرنامج تبون وفجاه فيما بعد نقولوا احنا رانا مع تبون وضد كذا وضد كذا. هذا اظن في السياسه في محاربه المال الفاسد يعني في المواقف يرفع شعار محاربه المال الفاسد. انا اظن محاربه المال الفاسد ولا حكومه كانت مع المال الفاسد. كل الحكومات المتعاقبه
بما فيها سلات كانوا ضد المال الفساد. كان فرق لما تكون على مستوى الخطاب ولما تكون على مستوى الممارسة. ولكن على الممارسة الآن ممكن سي عبد المجيد تبون تقريبا مازال هذا الشيء مارس، أنا نظن بتصريحات أكثر اللي دارته فيما يخص نقول ممكن حركة المجتمع السلمي. يقول ما كان لا انقلاب له، حركة المجتمع السلمي كانت تابعة أظن كانت في الحكومة من قبل إلى آخره، تغيرت الآن كانت ضد برنامج الحكومة وعلنت رسميا بأنها في المعارضة. تقدر تقول واش تحب المعارضة. أنا نظن طيب حتى على مستوى التضامن الحكومي مطلوب في دولة وفي مرحلة حرجة كالتي نعيشها على مستوى اقتصادي على مستوى أمني اجتماعي، كنت تحكي على بؤر التوتر، يعني شفنا تناقض كبير حتى قرار مثل التعامل مع اللاجئين الأفارقة. سيد تبون كانت له رؤية في توظيفهم، ويحيى كان له رؤية في أن هؤلاء خطر، وحتى على مستوى صحي وأمني وغيرها، يعني وحتى الاستدانة أيضا الخارجية. ما يعني الجميع يقول أطبق برنامج الرئيس، تبون كان يقول لن نعود للاستدانة احتراما لتوجيهات الرئيس، والسيد يحيى يقول ممكن أن نعود للاستدانة ليست عيبا. قال في كلمة في ندوة أولا قبل ما يصرح تبون وراي موجود الآن، احنا كنا ضد الاستدانة ضد، ولكن ما تقول زعما الى تضمين الخارجية وإذا سمحت فيما في مخص اللاجئين ممكن فيما بعد راح نوضح لماذا أنني نقول سي أحمد ويحيى. لماذا سي أحمد ويحيى الناس واش اللي هضر كيما يقول السيد ويحيى تتذكر الأفامي والاستدانة وغلق المؤسسات، هذه رؤية واقعية. دائما كما يقولوا يساند ويدعم قرار الجمهورية، يقول لك اللي تقريبا تاع الاستدانة باش كل الأمور واضحة. حول هذا السؤال، حول التضارب الحكومي، هل بتعيين ويحيى ستنتهي مظاهر التضارب الحكومي سيد بنيان؟ بالطبع لما نتكلموا على التضارب الحكومي شو هو المشكل تاعو؟ المشكل تاعو هي ورقة الطارق غير واضحة. لما نتكلموا ورقة الطارق وش هي برنامج رئيس الجمهورية. كل واحد يفسر برنامج رئيس الجمهورية حسب المفهوم تاعو. تروح جبهة التحرير عندها فهم زي، تروح للتجمع الوطني الديمقراطي فهم زي آخر، تروح للتاج فهمين وزي آخر، أحزاب أخرى فهم. كل واحد يفسر برنامج رئيس الجمهورية بشيء تعالوا على رسم برنامج، لأنه احنا تكلمنا باش نكون واضحين في الصورة. رئيس الجمهورية يعطي مشروع نقاط عريضة، خطوط العريضة، لما الحكومة تيجي تعمل البرنامج. البرنامج فيه أكثر من 1000 ورقة، يعني على القطاعات يكون تنسيق ويكون تجانس بالقطاعات، كل قطاع وش كاين، ويشوفوا هذاك يشوفها رئيس الجمهورية، يشوف عن المشروع تاعو، يشوف البرنامج، لأنه ما يقدرش هو يدير 1000 باج باسكو عنده أمور أخرى، كاين مختصين وزارة دي شارجي ديتود خبراء يعملوا الشيء هذا، يقول هذه قابلها غير قابلها ويبدا التطبيق نتاعها. حنا الآن حتى اليوم المشروع بقى كيما راهو، لكن ما شفناش البرنامج ولا حكومة من الحكومات اللي عينها رئيس الجمهورية دارت البرنامج. برنامج يعني بالأرقام بالتايمينج نتاعو، بالأهداف نتاعو، بالأموال نتاعو، وش حال يدخلوا، ما نش عامل الشيء هذا. أما بالنسبة للتضارب، قلت هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، فيه صراعات داخلية في النظام الجزائري، ونقول صراحة النظام الجزائري الآن فيه مجموعات مش مفهمة بعضها البعض، فيه مشاكل داخلية، وهذا راجع نقوله بكل صراحة لمرض الرئيس الجمهورية. ربي شافي على كل حال، لكن المرض نتاعو أثر كثير على هذه المشاكل اللي صارت. أنه لو كان هو بصحة جيدة الأمور هذه كلها ما تصرش، كان يتخذ الإجراءات نتاعها في الوقت المناسب. سيد شابخ تريد أن تعلق؟ تفضل. طبعاً لا. أنا نظن هو لأن نقدر نقوله بأن رئيس الجمهورية أظن إلى حد الآن الفكر تاعو راه يمشي، وهذا هو الأساس. أنا نظن هذه كلها توجيهات على رئيس الجمهورية. نظن عدة رؤساء وكانوا في دول كبيرة في أمريكا وفي إنجلترا ممكن في الكرسي المتحرك، ولكن كانوا رؤساء حكومات إلى آخره. نظن رئيس الجمهورية إلى حد لها كل الطاقات لازم يمشي ديال هذه أولا. ثانيا نظن كذلك فيما يخص أحمد ويحيى، نظن المجيء تاعو في هذا الوقت وهو أظن لكل المشاكل اللي كان ممكن هذه الاضطرابات اللي يكون هذا، أنا نظن لاستقرار الأمور. أنا ما نظنوش بأن رئيس الجمهورية يغامر
وممكن ويقول لك نجيبو يحيى باش اظن باش يحسن هذه هو. ثانيا نظن تاع النظام الصراعات هذه كلها تقريبا اقاويل يديروا. نظن النظام الجزائري مستقر والحمد لله، الجيش الوطني الشعبي يدعم تقريبا الحكومات وفي كل يعني هذه التجذبات عاديه داخل اي نظام سياسي، هذه تضرب المصالح يعني بين احزاب سياسيه من اجل السلطه هذا ممكن. ربما خروجها الى العلن يريد ان يقصد فقط فيما يخص اللاجئين. نظن تدخل حابب ترد على تاع اللاجئين الافارقه مهمة رغم انه كان تصريح واضح كان تصريح احمد يحيى واضح لان الشيء اللي ما راه الناس الان المواطن العادي احمد يحيى عايش تقريبا مع الناس يعرف احنا الاطارات يعلموه الان ولاو الان في بعض الاحياء ولاو هجس المواطنين ما يقدروش يخرجوا يقاطعوا له هنالك من ايده في لازم تعرفوا بلي كاين عصابات راهم قتلوا هجموا ممكن طيب راهم بداوا يرحلوا هذه مسؤوليه الدوله ولكن اللاجئين الرسميين هل نتوقع تغييرات كبيره في تشكيله الحكومه الان؟ انا نظن طبعا في النظام السيد الجزائري دائما هناك ما تعرفش نظن هذا كله راجع رئيس الجمهوريه. اذا شاف رئيس الجمهوريه ممكن بعض العناصر يلزم يغيرهم من اجل دفع التنميه كذا ممكن يغيرهم، لذلك ممكن ننتظروا يعني الحفاظ على تنفيذ البرنامج في مقابل الى حد الان حتى تصريح تاع ممكن الرئاسه يقول لك تغيير رئيس الحكومه مازال ما تكلموش على طبعا وهذا اكيد ضروري. هل نتوقع تغييرات كبيره في الحكومه في الوزارات؟ طبعا لما نجاوبك نجاوب الاخ هنا الساعه لما نتكلم على بعض الرؤساء كانوا سموس كانوا روزفلت يعني لكن كان يخاطب الشعب. احنا نقطة الاستفهام نقول بكل صراحة لما كان رئيس الجمهورية في صحة جيدة شفناه كان كثير من الشباب يعملوا معه ما قدروش وحاول الوزراء الذين يستمرون أنا جايك. لكن الآن لما غاب 3 سنين و4 سنين ما شفناش خطاب تاعه في التلفزة. أنا كمواطن يعني مادا بين نشوف الرئيس نتاعي يلقي خطاب وتوجيهات وكلش. لكن اسمح لي التضحيات اللي تقول تضحيات تضحى البلاد ضحى من العيب والعار علينا نقول الان ما تقدرش ممكن تخالف ولا لي اقل ادوات. انا نظن اسمح لي قلنا ربي شافي واحد من 99 من جا رئيس الجمهوريه وين كنا وكنا نخافوا ندخلوا لديارنا. اسمح لي كنا من لوقت الخشب كنا نخافوا ندخلوا لديارنا قبل 5 رجع الاستقرار الاقتصاد المدينه السكنات. قال نتكلم على الشهاده تكلمنا عليه وتكلمنا عليه اكثر من شهاده. اسمح لي السيد هذا اسمح لي قام بالدور نتاعو كما ينبغي، لكن احنا الان كمواطنين جزائريين رانا محيرين. طيب اسمح لي الجزائر الان راه حائر عليكم سيد خدموا وصلت الفكره بالطبع على مستوى التغيير الحكومي. التغيير راح يكون في تغيير حكومي بالطبع هو بالطبع راح يكونوا بعض الاشخاص تروح بعض الوزارة ويجي وزراء جدد. لكن الشيء نتكلم بكل صراحة الآن لابد حاجة واحدة، الشعب الجزائري مد الصوت نتاعو لعبد العزيز بوتفليقة كرئيس جمهورية. حنا مادا بينا هو اللي يكون يسير في الجمهورية الجزائرية، ما يكونوش أطراف أخرى تسير. أنا أظن هو اللي راه يسير فيها إن شاء الله. هذا اسمع طيب السياسة الحدث يستمر مشاهدينا الأعزاء بعد فاصل قصير. سوف أشكركم أولا فرحات شابخ البرلماني على الأرندي وفريد بن يحيى المحلل السياسي، وبعد الفاصل ضيفي هو الخبير الأمني السيد عبد الحميد العربي الشريف للحديث عن التحديات الأمنية أيضا في هذه المرحلة.